تلتقي رئيس الوزراء الجزائري على هامشها. تصريحات ول الشيخ تربك مسار الحوار، والتحالف الشعبي التقدمي ينسحب احتجاجا عليها. حميد بابا يفند الشائعات حول انضمامه للحوار ويصفها بالمغرضة. المرأة الموريتانية في الحوار مشاركة تستقطب الاهتمام وتضع التجربة النسائية على المحك. في مسائيتنا تتابعون أيضا تمثيل البوليزاريو في قمة برلماني العموم الإفريقي العربي بشرم الشيخ تحرك حجرا في مياه آسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا الإخبارية. افتتحت صباح اليوم في لومي بالتوغو القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية بحضور رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز إلى جانب عدد من قادة الدول الإفريقية. وقد افتتحت القمة التي تنعقد تحت عنوان نحمي محيطاتنا بخطاب للرئيس التوغولي السيد أوفور إنياسيلبي أياديما، عبر في بدايته عن امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز وللقادة الأفارقة على اختيارهم للتوغو لاحتضان هذه القمة التاريخية التي تناقش هواجس الأمن وتحديات القرصنة البحرية ومشاغل التنمية بما تتطلبه في نظره من جهد إفريقي موحد وحازم، باعتبار القرصنة البحرية إحدى المعضلات التي تواجه مفاهيم الأمن والاستقرار الذي يرتبط حتما بالتنمية ومقتضياتها. وعلى هامش القمة استقبل رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات. جرى اللقاء بحضور أحمد الباهي مدير ديوان رئيس الجمهورية ورمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية. غادر مطار نواكشوط الدولي أم التونسي مساء أمس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان بعد زيارة لموريتانيا دامت يومين. وودع الضيف السعودي بالمطار من طرف قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ول الشيخ محمد أحمد والسفير السعودي في موريتانيا السيد هزاع بنضاوي المطيري. أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي انسحابه من الحوار، متذرعا بأن تصريحات الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة لا تخدم الأجواء العامة للحوار ولا تطمئن على مخرجاته، معتبرا أن وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وسعت الهوة أيضا بين الأطراف المشاركة في الحوار. قال المسؤول الإعلامي لحزب التحالف الشعبي التقدمي في اتصال مع قناة الوطنية إن الحزب قرر الانسحاب حفاظا على الحوار وحرصا على إنجاحه، معتبرا أن حرص الحكومة يظل أكبر من أي حرص آخر، ولكن تصريحات الناطق الرسمي باسمها لم تكن موفقة وأخرجت الحدث عن سياقه الطبيعي، ودعاوا للعتيق إلى ضرورة مراجعة الحكومة للمواقف التي برز بها الناطق الرسمي والاعتذار رسميا عنها ومعاقبة الوزير على مثل تلك التصريحات. وللمزيد حول هذا الموضوع نستضيف السيد محمد لمين والناتي عن حزب التحالف الشعبي التقدمي. أهلا وسهلا بكم. إذا بداية دعني أسألك، ما هي الأسباب الحقيقية والفعلية وراء هذا الانسحاب المفاجئ؟ شكرا. أولا أريد تصحيح المفهومي، هو في الحقيقة هناك فرق ما بين انسحابي وتعليق المشاركة. نحن علقنا مشاركتنا على كافة مستويات فاعليات الحوار الوطني بدءا من الورشات وانتهاءا بإدارته، وعلقنا هذا التعليق الذي سيبقى مرهونا بردة الفعل الطرف الآخر. وفي هذا السياق أذكر بأننا منذ أسبوعين تقريبا
عمدنا إلى الموقف ذاته حين أقدم وزير الاتصال ناطق باسم الحكومة على تصريح نقدم على تصريح في الحقيقة كان مربكا إلى حد بعيد، لأن هذا الحوار الذي نحن منهمكون به ومواصلون إياه إلى ما قبل اليوم حوار جاء نتيجة فعل وتحضير وحراك طويل أخذ سنين إن لم يكن أقل أخذ أشهرا في إطار تفاهمات معينة ما بيننا وبين الأغلبية بشكل عام وما بيننا وبين النظام الحاكم في أعلى مستوياته. وكان بمقتضى ذلك أننا اتفقنا على مجموعة من القضايا والنقاط التي ستكون محل التدارس أثناء الحوار. هذه النقاط بشكل عام تلامس جل القضايا المتعلقة بإرساء النظام الجمهوري وتعزيز الديمقراطية ودفعها وتعزيز السبل التي تجعل نظامنا نظاماً أساساً ينتهي أو يفضي إلى التناوب السلمي على السلطة والفصل ما بين السلطات. هي تقريبا جل القضايا وتجاوز الاختلالات الاجتماعية والثقافية التي إلى حد ما تحكم وضع البلد الراهن. هي القضايا بشكل عام اتفقنا عليها ودون ما ريب، فإن كل طرف كانت له أجندته وكانت له أموره التي يرى أنها تستحق وتستئويته، ولكن الذي انتهى إليه على أنه يشكل مساحة مشتركة ما بين الفرقاء هو الذي يكون ملزما على أن يكون التقيد به ضروريا في الحوار وفي مجرياته. وبهذا السبب وقفنا في البداية منذ أن بدأ الترويح ببعض أمور التي ليست في جدول الأعمال، وقائمة النقاط موزعة على الورشات على نحو توافقي وموضح لا لبس فيه، كل نقطة تضاف إليه تكون من قبيل النزوع في أثر هذا المتفق عليه في البداية، لأنها مثل اتفاقات أولية وستنتهي بالضرورة لاتفاقات نهائية. إذن هذه المحاولات كلها شجبناها ووقفنا دقيقة ووقفنا في وجهها، ومن ثم منعنا منعا قاطعا أي محاولة للعدول عن الحوار عن جادته التي اتفقنا عليها. وفي وقت نفسه فوجئنا بتصريح من هذا الوزير منذ أسبوع تقريبا. هذا التصريح جاء يفيد بأن مخرجات الحوار ليست ملزمة بمعنى أنه يمكن التحوير فيها أو الإضافة إليها، وأن رئيس الجمهورية بمقدوره أن يضيف أمورا أخرى ليست من صلب الأمور المتدارسة. هذا ما لا شك فيه، الصلاحيات لرئيس الجمهورية في المجال لا خلاف عليها، ولكن المتفق عليه أيضا هو أن المسار التوافقي هو الذي يفضي إلى هذه الأمور التي ستكون محل تحويرات وتغييرات في الدستور. وإذا دامت محل التوافق فإن الخطوة الموالية بطبيعة الحال هي محل الاستفتاء الذي تنظيم الاستفتاء الذي سيكون مقترحا من طرف رئيس الجمهورية والداعي إليه. إذن هذه أمور أكد بها، ومن ثم فإن هذا التصريح الذي أدلى به هذا الوزير كان خرقا وكان نوعا من إبداء نوع من إعلان التحكم والنية المبيتة في مخرجات الحوار. رفضناه في الإبان من خلال بياننا، وقلنا إننا لن نقبل أي تحوير ولا أي إضافة ولا أي نقص عن النقاط التي كان متفقا عليها، ومن ثم ينبغي أن يكون اعتذار وتصحيح لهذا الوضع. والجهات التي تشكل معنا طرفا في إدارة الحوار على مستوى المنسقية ومختلف مختلف الورشات أيضا ينظر إلى قدرت المطامنات، وتم العدول عن طرح هذه المسألة. هذا في الإبانة أما الآن وقد أعاد الكرة بنفس الصيغة ونحوين فيه نوع من الجزم ونوع حتى من إظهار التعصب والتعنت على الموقف النفسي وتسويغه، فإن ثمة موقفا اقتضى منا أن نعلقهم على أن التعليق يبقى مرهونا بإصلاح الوضع. إذا أصلح الوضع فنحن أصلا نسعى إلى الحوار وحريصون على استمراره، وما لم يتم تصحيحه فمعناه أن موقفنا سيكون قطعا خطوة أخرى لاحقة تترتب على المقاطعة. جميل تتعلق على التقليل بهذه المخاوف تحديدا من المساس بالدستور، ويعني البعض يقول لك كيف تتذرعون بالتخوف من المساس بالدستور الموريتاني وأنتم في نفس الوقت تطالبون بالمساس به من خلال زيادة سن الترشح المادة المتعلقة بزيادة بكل بساطة سن الترشح، ليس هذا انتهاكا للدستور؟ بكل بساطة أنا أولا أريد أن أؤكد وأذكر بأن هذا الموقف ليس موقف التحالف الشعبي التقدمي، إنما هو
موقفه جملة اجتماع الأحزاب. وأعتقد أيضا أريد أيضا أذكر بشيء آخر أن الدساتير عموما ليس هنالك دستور يحدد إلا الحد الأدنى للترشح للرئاسة، أما الحد الأعلى فهو مفتوح دائما ما دام الإنسان متمتعا بقواه العقلية. وأذكر أيضا ذات الوقت بأن القوة في إدارة الشؤون العامة هي قوة ذهنية وهي حكمة ورشاد وحصافة وحنكة لا يصل لها إلى من تقدم في العمر. وإذا تعطيله أول هو بدعة وشيء طارئ على دستورنا، لأنه في التغيير الذي وقع في ما قبل الدورة الأخيرة وأصلا لم يكن موجودا، وكافة الدساتير غفل من هذا النوع من المواد. فإذا هو شيء نوع من تطوير و إغناء وإثراء وجعل المنظومة القانونية بما في الدستور موائمة لمقتضيات تطور البلاد ونموها ويستجيب لجملة من هذه الاعتبارات. لكن أيضا أذكر ذات الوقت بأننا حين نتفق عليه حتى وإن كان ليس مقبول مع الفرقاء معناه أننا اتفقنا عليه. هذه مسألة السن، المادة 26 اتفقنا عليها وكانت مدرجة في جدول الأعمال، أما المادة 28 والمأموريات فهي لا مجال لها ولم تطرح حتى في أي مستوى من المستويات. ولذلك فإن طرحها يكون أصحابه الذين طرحوهم مسؤولون عن عرقلة النظام وعن عفوا عن عرقلة الحوار والعدول به عن جادة الطريق التي جميل. اخترنا له جميعا. جميل. هي أصبحت حتى أريد أن أقول لك شيء آخر أنها أصبحت عاطيها في الورشات مكرا من القول. هذه حقيقة لو أنتم كإعلاميين أنت من سؤال أريد أيضا أن أنبه هذا الشيء بشكل آخر. سريع لأن أن مسألة نعم. مثل التصحيح الذي نطالب به من هذه الناحية أنه لا بد من إصلاح هذا الوضع، تصحيح ما أدلى به وزير الاتصال، وهو من شيئين يشكل خطورة. الجهة الأولى أنه جعل الحوار عبثا لا طائل من ورائه ما دامت النتائج ممكن أن تكون قابلة لأن يعبث بها بهذه الطريقة. الجهة الثانية وهي الخطيرة، وإذا نحن خصوصا ما أنه تكرر فإنما يدل على شيء من التمادي وسبق الإصرار على أن هذا الموقف سيمرر بطريقة أو بأخرى، وصاحبته كما قلت هذه الوثيقة التي لم تقدم في الإبان كمقترح من ضمن الوثائق التي تقدمت مقدمة للورشات. واضح. وإذا فهي كأنما نعم هو يدل على لذمة. توجه لك بجزيل الشكر. لا دقيقة أريد أن أنبه إلى أن المسألة فيها شيء آخر، أن تصريح الوزير فيه خطأ آخر بس سيادة هذه الأمة ومشاعرها. هذا كان أولى ربما بحزب تحالف الشعب التقدمي أن تكون الانتفاضة من أجل هذا الخطأ تحديدا، لأنكم حزب يحسب عليكم أنكم من فقط إن تمثيلة إن تمثيلة ببريطانيا أو بإسرائيل في نوع من مس بمشاعر هذه الأمة بشكل عام. إذا بسيطين أولا أن وجهل بحقائق تطور الأنظمة السياسية والديمقراطية بشكل عام، بريطانيا أمريكية فإذا لا مجال فيها للحديث والمقايسة على دستورها وما ينص عليه تعدد المأموريات. وإسرائيل تنص في آخر تغيير لها أن المأمورية الرئاسية واحدة وأنها 7 سنوات، ثم أن إسرائيل ليست مثالا في الديمقراطية ولا في حقوق الإنسان، هي تمارس كبتا وإرهاب دولة ضد ربع سكانها وتمارس غطرة وعنجهية كلكم يدركها. ومن ذلك جميل واضح. فليس من الحالي يكون المسل مشاعل أمتي. شكرا محمد أمين ولناتي على قبول الدعوة والحضور معنا هنا في المسائية الإخبارية، وقد كان هذا التعليق الذي يقدم عليه حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم، وهو تعليق الجلسات أو المشاركة في جلسات الحوار الوطني الشامل المقام بقصر المؤتمرات. كان لهذا الحدث ظلال كبيرة في الشارع الموريتاني، ربما نتناول هذا الموضوع في التقرير التالي مع الزميل بنيجارة. يبدو أن وقع تصريحات الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على خلق مأمورية ثالثة للنظام الحالي أسدل خيبة أمل بعض الأحزاب في أروقة قصر المؤتمرات، حيث يدار الحوار الشامل بين الأغلبية الداعمة للنظام الحاكم والمعارضة المحاورة. فقد عبر حزب التحالف الشعبي التقدمي عن امتعاضه وسخطه من تلك التصريحات التي ضاق بها ذرعا، معتبرا إياها تجنيا على مكتسبات الشعب الموريتاني وتلاعبا به ونذير خداع من لدن النظام الحاكم في التزاماته بالوثيقة
التي كانت محل إجماع بين الأطراف السياسية الموريتانية، والتي مكنت من تجسيد فكرة الحوار الشامل في 29 من سبتمبر المصري، ليعلن انسحابه من الجلسات الحوارية إلى حين اعتذار الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة. ليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها الوزير تصريحات بشأن مأمورية ثالثة، وليست هي المرة الأولى التي يبحث فيها عن تبريرات لهذه المأمورية، لكن الجديد هذه المرة هو خروج أكبر أحزاب المعارضة المحاورة من جلباب المجاملات الدبلوماسية من الحوار، هذا الحوار الذي يفترض به أن يقدم جملة مقترحات توافقية تضمن استمرار وتماسك كينونة هذا الوطن. الشيخ المهدي ولبن إجارة الوطنية. شكرا لزميل الشيخ المهدي بن إجارة. نفت الحركة من أجل إعادة التأسيس ما قالت إنها منتشرة حول احتمال التحاق الحزب المعارض بالحوار السياسي الجاري حاليا بقصر المؤتمرات. وقال بيان للحزب إن موقفه من الحوار ثابت ومعلن من طرف رئيسه كان حامد بابا. وأضاف البيان أن الحزب جزء من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ومنسجم مع موقفه. أكد الحزب تمسكه بحوار وطني شامل صريح وجاد، داعيا الموريتانيين للخروج في مظاهرات منددة بمحاولات التلاعب بالدستور يوم 29 أكتوبر. تعتبر مشاركة المرأة في الحوار الوطني الشامل تجربة نسائية أخرى توضع على محك الرهان السياسية، حيث يلقى بجزء كبير من المسؤولية على العنصر النسوي في إثبات جدارته ونجاحه الدور المنوط به. التقرير التالي يسلط الضوء على الحضور النسوي في الحوار الوطني الشامل. دخلت المرأة الموريتانية منذ تسعينيات القرن الماضي بموريتانيا منعطفا جديدا في مسارها السياسي، وبدأت منذ ذلك الحين تلج مناصب كانت حكرا على الرجال، وهي تتكئ في ذلك على إحصاء يعطيها 52% من عدد ساكنة البلد، وهي نسبة أعطتها متنفسا أنتج ما عرف بالتمييز الإيجابي الذي يبوئ المرأة الموريتانية مكانة مرموقة في الهرم السلطوي بالبلد تعيينا كان أو انتخابا. هذا التمثيل وهذا الزخم لم يظهر بالقدر الكافي خلال الحوار الوطني الشامل حسب بعض المراقبين، حيث بدا للملاحظ وكأنه حوار ذكوري نظرا لسيطرة الرجل على معظم مفاصيله، وهو ما يضع نقاط استفهام حول حقيقة مشاركة وإشراك المرأة في الشأن الوطني. فهل كانت المرأة ممثلة فعلا في الحوار أم أنها غابت أو غيبت من المشهد السياسي خلال الحوار؟ تمثيل المرأة داخل الحوار ظاهر عنه هو الأساس الكل هون بيد المرأة، بيد المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وقضية الوحدة الوطنية تعدل البوين في البيت، ما زالت المرأة تربي شاشرتها تربيهم وعلنهم يرتبط بما في فواقع اجتماعية. وفي انتظار فرصة جديدة لظهور المرأة ما بعد الحوار، تبقى مشاركتها في الحوار الحالي متواضعة إلى حد كبير. في إطار جلسات الحوار الوطني الشامل دائما أصدر حزب حواء بيانا دعا فيه إلى استحداث منصب نائب للرئيس، ويكون المنصب خاصا بالنساء، وذلك باعتبار الدور الريادي للمرأة الموريتانية والاهتمام الذي قال الحزب إنها أصبحت تحظى به في الحقبة الحالية. وللوقوف على حيثيات الدعوة ومشاركة حزب حواء في الحوار الوطني الشامل، نستضيف رئيسة الحزب السيدة سهلة منت أحمد زايد. أهلا وسهلا بكم معنا. إذن بداية دعيني أسألك، ما هي المعالم البارزة للمقترحات التي تقدم بها حزب حواء في جلسات الحوار الوطني الشامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. النقاط اللي تقدم بها حزب حواء في هذا الحوار هي نائب الرئيس وقعود خاص بالمرأة الموريتانية، لأن الرجل الموريتاني ما فاتت يتقبل أن المرأة الموريتانية تعود رئيس، وذاك السبب يعود ذاك منصب موجود، وهو بما أنها إدارتهم واللي أثبتت جدارتها في التسيير وفي السياسة، لأنها طالبين بهذه النقطة وطالبين بأن تعود فمه يستحدث نائب منصب نائب للرئيس ويكون خاص للمرأة الموريتانية وتعود فمه لمجلس مولي أعلى
للنساء حل محل الوزارة موجودة وزارة الطفولة واللي ياكل لأنه يعود تابع للمؤسسات ما يعود تابع للدولة والحكومات يعود تقول عند المرأة الموريتانية أشياء ثابتة في الدولة الموريتانية ومراكز القرار وهذا قد يمنحه طبعا فعالية كبيرة فعالية كبيرة تطوير المرأة الموريتانية وإثباتهم اللي جدارتها وقدرتها لعملها جميل ما يتعلق بهذا المطلب الذي طرحتموه هو تخصيص منصب الرئيس أو نائب الرئيس عفوا للمرأة الموريتانية هذا التخصيص لا تعتقدون بأنه يبطن نوعا من الاحتكارية يعني كان الأولى الدعوة إلى تغليب الكفاءة على جهة العنصر قلت لك أن عقول الموريتانيين رجالا خاصة ما فات وآدوا مستوعبوا أن المرأة الموريتانية تقدر ترأس البلد ونحن أن ياسر الآن ترأسنا رجال ولا قطع الدل منهم ثبت جدارت ونحن أدل موريتانيا إنجازات هي ظاهرة وراء المرحوم المختار الدار رحمة الله عليه ما هو محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز عدل الدولة الموريتانية من لا شيء عدل فيها البنى التحتية عدل فيها المسائل اللي ذيك هي تظهر الأعداء وتظهر الأحبة وعدل فيها أمور جازمة وقاطعة كي مثلا طردوا لإسرائيل جهرا ما قط تملي أحد سابه هو والثانية ما ذيك هي قضية غوانتانامو سمو لانا واللي أكبر عندي أنا قاع وأكبر عند الدولة الموريتانية والرأي العام قضية المرحوم زيني اللي افتحها مرتين وهاي المرة الثالثة فاتحة وأنتم طالبتم بالبيان أيضا بهذه القضية تحديدا تفضل محمل الجد والله يتنقب هذا معنى الجد والقاضي مولي اللي هي قاضي التحقيق يا الله يكبر بعين الاعتبار ويعرف أن ذاك قال الرئيس هو الله يخلف ونحن ما نلاقين يتنازلوا ابدا عن دم زين يقير يحق الحق ولين يحق الحق تعود هو طبق ذاك اللي جميل من ابرز المطالب التي ايضا حضرت في البيان الذي اصدرتموه مؤخرا ما يتعلق اساسا يعني لاحظنا شكر خاص للوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور ملاي محمد رقضف على النجاح في تنظيم الحوار الوطني الشامل دون توجيه أي الشكر للجهات ربما الأخرى هل لهذا علاقة بما يشاع من صراع أجنحة داخل الأغلبية الرئاسية شوف ملاي محمد رقضف ملي ظهر لأنه هو رجل المصاعب موريتاني وظهر لأنه هو اللي يبقى الرئيس موريتاني وظهر لأنه هو اللي الأجدر بالحوار به اللي كان هناك حنكة سياسية وأخلاق رفيعة ووسع صدر وروح رياضية بين المتحاورين إلين ما فيهم حتى قطعا اليوم شايف ليش ولا أكون راضي حتى على التحالف اللي بويدة علقوا مشاركتهم في نفس الوقت اليوم راضين عن الرئيس وراضين عن مولاي محمد رقضف معناها أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا هو اللي أده الموريتاني أصلا اللي أده فيهم حد ناضج يتم جوا أيادي خفية يدور إياك يخسروا عليه لك وهذه الأيادي الخفية جاية لك دور تخسر الحوار بعيدة تخسروا قايلة أنا من ذي المباراة أنه ما لي يخسر وبأن الرجل الحقيقي اللي يبقي مصلحة موريتاني وداعم محمد عبد العزيز وحق عنده دعمه له ودعم الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية لأنه الدكتور مولاي محمد الأخضر إذن أشكر بارك الله إن شاء الله وإن شاء الله على نجاح هذا الحوار إن شاء الله ودول موريتاني إن شاء الله دولة إن شاء الله من أرقى الدول إن شاء الله ديمقراطية أشكرك جزيل الشكر سيدة رئيسة على قبول الدعوة الحضور معنا هنا أيضا في المسائية الإخبارية شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام نشرتنا متواصلة من قناة الوطنية فاصل قصير ونواصل فتفضلوا بالبقاء معنا
نعود والعود أحمد لتكملة بقية فقرات مسائيتنا الإخبارية. دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في مختلف أنحاء العالم إلى التحرك بشكل أسرع في مكافحة ورصد وعلاج مرض السل الفتاك، إذا كانت ترغب في تقليل نسب العدوى والوفيات بحلول 2030. في تقرير سنوي عن مكافحة مرض السل شديد العدوى الذي يصيب الرئة ويقتل كل عام عددا من الناس أكبر من عدد قتلى فيروس HEV المسبب للإيدز والملاريا مجتمعين، قالت المنظمة إن التقدم محبط ودعت إلى التزام سياسي جريء وزيادة التمويل. وقال ماريو ريفيغليوني مدير برنامج مكافحة السل بالمنظمة في بيان أنه بدون هذا الالتزام سيظل العالم يطارد الوباء بدلا من السيطرة عليه، مشيرة إلى أن التقدم المحبط في مواجهة السل مأساة لملايين الناس الذين يعانون المرض. ندد قسم النقابة الوطنية للمعلمين بمدينة واديبو بقرار تبسيط أجور وعلاوات موظف الدولة رقم 082-2016 واصفا إياه بالغامض. وقال منسق القسم سيدي بابا والصالحي إن القرار أسفر عن تفريغ إطار المعلم من محتواه وحوله إلى معلم رياضة بدنية وأدى إلى تنزيل العلامة القياسية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخطوة ليست سوى انتكاسة لمكتسبات المعلمين وتراجعا عن زيادات 2006 والتي رفعت العلامة القياسية بنسبة 50%. قال عدد من ساكنة مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة إن مشروع توسعة وعصرنة المدينة الذي تنجزه الشركة الوطنية إسكان لم يحقق غير النزاع على الملكية والاعتداء على الأملاك الخاصة. وطالب السكان في بيان وزعوه على الإدارة الإقليمية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية طالبوا بوقف ما وصفوه بعبث الشركة المكلفة بإنجاز المشروع والمتمثلة في منح قطع أرضية لأناس غير مسجلين أصلا وغض الطرف عن مخالفات ارتكبها البعض الآخر في مقابل مصادرة القطع الأرضية من ملاكها الأصليين دون وجه حق حسب البيان. وغير بعيد عن الشأن المحلي، أثارت مشاركة رئيس برلمان جبهة البوليزاريو في مؤتمر عربي إفريقي يعقد في مدينة شرم الشيخ قلق الحكومة المغربية وتخوفات من أن يكون هذا الحضور سابقة بمشاركة الجبهة مؤتمرات إفريقية عربية أو مؤتمرات إفريقية أوروبية وغيرها من المؤتمرات التي تكون القارة الإفريقية طرفا فيها. وافتتح في شرم الشيخ المصرية مؤتمر برلماني عمومي إفريقيا والبرلمان العربي بحضور خطر الدوه رئيس المجلس الوطني الصحراوي وهو بمثابة برلمان جبهة البوليزاريو التي تناهض سيادة المغرب على الصحراء الغربية. أبرزت الجبهة هذا الحضور كونه أول اجتماع تنظمه مؤسسة تابعة للجامعة العربية تشارك فيه الجبهة، وحظي وفد الجبهة بتأشيرات من مصر. واعتبر بعض المسؤولين أن الخطوة المصرية ستشجع دولا ومنظمات أخرى لدعوة الجبهة والانفتاح عليها. وكانت الجامعة العربية ومؤسساتها ترفض حضور جبهة البوليزاريو العضو في الاتحاد الإفريقي، وكان التوافق دائما على عقد الاجتماعات على أساس القارة الإفريقية والعالم العربي أسوة بالقمة الإفريقية الأوروبية حتى تتجنب إحراج المغرب الذي كان يرفض المشاركة بأي اجتماعات تشارك فيها جبهة البوليزاريو. معنا لنقاش هذا الموضوع الدكتور سليمان والشيخ حمدي وهو محلل سياسي، ورحب بك بداية دكتور معنا. شكرا. إذن دعني بداية أسألك كيف تقرأ هذه المشاركة وهل هي بداية اعتراف رسمي بالجمهورية الصحراوية؟ شكرا جزيلا. أولا تقرأ هذه المشاركة الصحراوية في المؤتمر المنعقد في مصر بأنها أول شيء أول اختراق للجدار العربي الذي فرض صمتا مطبق على القضية الصحراوية منذ أن تفجر النزاع في السبعينات من هذا القرن وحتى الآن. هذه في المرحلة في النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها تعتبر نوع من الرد المصري على بعض الخطوات التي اتخذت في اتجاهها في على المسرح الغير إفريقي. ونقصد هنا ماذا؟ نقصد هنا علاقة مصر مع الخليج العربي التي بدأت تتململ وتتوجه شطر موسكو والحليب وسوريا. في هذا الإطار يأتي الرد المغرب بوصفه الحليف الأقرب للخليج وبوصفه أيضا البديل الأول لمصر، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار قضية اليمن مثلا. المشاركة المغربية بالجيش المغربي في اليمن
كانت بديلا عن المشاركه المصريه التي لم تتم على صعيد الواقع. اذا فهي تعتبر من بالنسبه للجانب المصري ردا على هذه المشاركات. بخصوص الجانب الصحراوي من حقه كدوله عربيه معترف بها من دول الاتحاد الافريقي ان يطرق باب الجامعه العربيه كما كان يظل دائما يطرق هو كما يقول المسؤولين ما يطرقون باب الجامعه العربيه ولكن هي التي ترفض. نجد انه هذا الموقف المصري يعتبر بادره ولها ما بعدها خاصه في ظل تكشف احلاف جديده تضم مصر الجزائر سوريا وبعض الدول الاخرى. ونجد ان الخطوه سيكون لها ما بعدها خاصه في ظل ما يسرده النزاع حاليا من جميل. برايك هل يمكن ان يحمل هذا الحدث بعض الدول المجاوره على اعاده النظر في خصوص الملف الصحراوي تحديدا وعلى اعاده النظر في المواقف من هذا الملف؟ طبعا هذا سوف تكون خطوه لها ما بعدها لان اغلب الدول العربيه قد لا تشارك المغرب نفس الحده في الموقف من الصراع، خاصه انه هو صراع بين الاشقاء، يفترض من الاشقاء الاخرين ان يكونوا على قدر المسافه الواحده على الاقل بين الشعب الصحراوي والشعب المغربي من اجل حل هذه المعضله، فبدل ان تقف موقف مسبق من شعب حتى اقل يعني لا تجد عنه اي معلومات، لا تجد عنه اي صله، من الاجدر ان تكون لك علاقات بهذا الشعب وان تجد عنهم كل المعلومات وان تحاوره عسى ان يجدوا حلا لهذه القضيه في اطارها العربي. نحن نعلم بان مؤخرا موريتانيا اصبحت لها علاقه وطيده بجمهوريه مصر العربيه وتتطور هذه العلاقه وتتعزز يوما بعد يوم. هل باعتقادك انه بامكانه ان ينعكس ايضا هذا الموقف على الاداء الموريتاني تجاه القضيه الصحراويه؟ طبعا هو دائما في النظريات السياسيه ما يقال له تعدد الاسباب، انه ليس هنالك فقط سبب واحد هو الذي حمل مصر على ان تقوم بهذه الخطوه، هنالك العلاقه الوطيده بين مصر وموريتانيا والعلاقه السيئه بين او شبه السيئه بين موريتانيا والمغرب. والسياسه عباره عن حصيله نقاط، فاذا جئنا بهذه الكفه وراينا انه ممكن تكون موريتانيا من اوعزت الى مصر او دعمتها او على الاقل حسنت لها الخطوه، كذلك أيضا الجزائر نجد أن موقف مصر وتقريبا والجزائر من القضية السورية متقارب إلى حد ما، والجزائر دعم الرئيس البوليزاريو، فوجود هذه الأطراف إذا وجدنا أن الطرف الخليجي والمغرب يقفون على النقيض وخاصة في آخر تصويت لمصر كان ضد القرار السعودي، فتأتي هذه الطبخة كلها لكي تخرج لنا هذا البعد. بقية إشارة واحدة أنه الطرف الصحراوي فعلا استغل الموقف استغلال جيد، وأنه استغل اللحظة التاريخية التي توجه فيها العرب أو مصر كزعيمة للوطن العربي تجاهه لكي يخلق هذا المقعد الجيد. إذن أشكرك دكتور سليمان على قبول الدعوة والحضور معنا، شكرا جزيلا لكم على الردود. مشاهدينا الكرام نتحول بكم الآن إلى جديد الأنباء الدولية مع الزميل المصطفى عبد الحي. تحتضن مدينة لوزان السويسرية السبت اجتماعا دوليا جديدا حول الحرب في سوريا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى جانب تركيا السعودية وقطر وإيران. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع خطة اقترحها المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لضمان خروج آمن لمقاتل المعارضة من مدينة حلب. دعا رئيس وزراء العراقي حيدر العبادي تركيا وبقية دول الجوار إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية مطالبا أهالي الموصل بالتعاون مع القوات العراقية المشتركة. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة باللجوء إلى خطة بديلة إذا لم يتم إشراك الجيش التركي في معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ويتخوف أردوغان من تهميش لدور بلاده في معركة الموصل مقابل إشراك قوات شيعية وكردية. إلى هنا نضع نقطة نهاية على مسائيتنا الإخبارية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. موريتانيا تسجل حضورها قمة لومي والعبد العزيز يلتقي رئيس الوزراء الجزائرية على هامشها.
تصريحات الشيخ تربك مسار الحوار والتحالف الشعبي يعلق مشاركته احتجاجا عليها. كان حميد بابا يفند الشائعات حول انضمامه للحوار ويصفها بالمغرضة. المرأة الموريتانية في الحوار مشاركة تستقطب الاهتمام وتضع التجربة النسائية على المحك. في مسائيتنا تابعتم أيضا تمثيل البوليزاريو في قمة برلماني العموم الإفريقي العربي بشرم الشيخ تحرك حجرا في مياه آسنة. إلى ذلكم نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، أطيب المناء وفي أمان الله.